طيب محمد، أول شيء ما شاء الله أنت دارس الإعلام. نعم. يعني نقول الإعلامي محمد. تقدر تقول الإعلامي محمد. يعني قبل مشاركتك في برامج الواقع وقبل أنك تكون متواجد معنا اليوم. نعم. ملقب باللقب الإعلامي. منو ما شاء الله درست الدراسة هذه. نعم أنا درست إعلام. إيش اللي درسته في الإعلام؟ درست الصحافة والنشر الإلكتروني. ما شاء الله. نعم. وتخرجت من الجامعة وأمورك تمام. تخرجت نعم من الجامعة وبكالوريوس. وين اشتغلت؟ بدون ذكر الصحف أو المسميات، بس إنك. أنا ما توظفت، وظيفة ما في، لكن مشاركات مثل التدريب مع صحف في سلطنة عمان، في صحيفتين أنا تميت فيها. صحيفتين في عمان؟ نعم. وكتبت فيها مقالات وأشياء ولا؟ نعم كتبت فيهن وتواجدت فيها يعني مدة ممكن ثلاثة، أو في الجريدة ثلاثة شهور، والجريدة الثانية ما أدري كم، بس أكثر شوي طولت من الجريدة. طيب وش اللي خلاك تغير من التخصص اللي أنت فيه أو الشيء اللي كنت فيه تكتب ما شاء الله مقالات في جرائد معروفة في عمان إلى الشهرة، أو خلينا أقول لك مشاركتك في برامج الواقع؟ إيش التغير هذا 180 درجة وإيش السبب؟ أنا قبل أخلص دراستي من الإعلام أنا كنت متواجد في التواصل الاجتماعي، كانت عندي حسابات الشخصية، ودرست الإعلام محبة وهواية، والصحافة بعد. الصحافة هي جزء لا يتجزأ من الإعلام، يعني ما بعدت كثير أنا، بس تواجدت في وسائل التواصل الاجتماعي وفي نفس الوقت في الصحافة والنشر الإلكتروني مربوطة ببعضها. أما بالنسبة لمشاركتي في البرنامج الواقعي، برنامج البزنس، كان بداية بالحاح من الجماهير من متابعين محمد. ثاني شيء أنا بغيت أجرب البرنامج الواقعي، و